بسم الله ناصر المستضعفين المقاومين المرابطين الصابرين، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين وناشر نور الحق في العالمين سيدنا محمد النبي الصادق الأمين. السيد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأستاذ عبد الإله بن كيران، السيدات والسادة كل بصفته واسمه، الحضور الكرام، باسم مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بكل مكوناتها الحزبية والنقابية والحركية والطلابية والحقوقية والثقافية، نحيي حزب العدالة والتنمية على تنظيم هذا المهرجان الشعبي، ونشكره على الدعوة الكريمة للمشاركة فيه، والذي يشكل محطة من فعاليات الشعب المغربي المتواصلة دون انقطاع، دعماً للمقاومة في فلسطين ولبنان وساحات الإسناد، والذي يقترن بالذكرى الأولى لانطلاق معركة طوفان الأقصى. إننا في مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، ومعنا كل أحرار بلادنا وأمتنا وفي العالم، إذ نقف بإجلال وخشوع أمام عشرات آلاف الشهداء الذين ارتقوا في غزة العزة، والذين ما تزال قوافلهم متواصلة إلى اليوم على درب المقاومة والصمود بوجه آلة الحرب الهمجية النازية للكيان الصهيوني، المدعوم بشكل فاضح من قبل الإدارة الأمريكية والغرب الاستعماري في ظل عجز المؤسسات الدولية وخذلان وتواطؤ عواصم المنطقة العربية التي صارت جزءاً من منظومة العدوان وابتزاز المقاومة، بعدما انخرطت في موجة التطبيع الجديدة بعنوان الإبراهيمية قبل سنوات قليلة. إننا بتخليد ذكرى مرور سنة على انطلاق معركة طوفان الأقصى بشعار مقاومة مستمرة حتى النصر، فإننا نجدد التأكيد على أننا لا نقف فقط تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ومعه الشعب اللبناني واليمني والعراقي والسوري والإيراني، وهي ساحات شعوب منخرطة في الاشتباك المباشر مع العدو، بل إننا نقف من مربع الخندق الأصلي للصراع ضد العدو الصهيوني كمغاربة معنيين بمواجهة هذا الوحش النازي، وليس فقط كمساندين لأهلنا في فلسطين وفي أمتنا. إن المغاربة كانوا منذ قرون وفي العصر الحديث دائماً في الخط الأول للدفاع عن بيت المقدس ضد كل حروب الإبادة والعدوان، وهو ما يلقي علينا واجبات متعددة، واجبات بمثابة عهود ومواثيق تطوق أعناقنا أفراداً وتنظيمات على المستوى الشعبي ورسمياً على مستوى الدولة أيضاً، من مربع مسؤولية رئاسة لجنة القدس
والتزامات المغرب في منصات الجامعة العربية والتعاون الإسلامي والمنتظم الدولي. إدانة شعبية، جرائم صهيونية، إدانة شعبية، جرائم صهيونية. إن سنة الطوفان إذا كانت حافلة وما تزال حبلى ببطولات المقاومة في غزة والضفة والقدس وفي قلب فلسطين التاريخية بوجه العدوان الصهيوني الأمريكي الغربي، فإنما يشجع الكيان الغاصب على الاستمرار في جرائمه البشعة هو تخاذل النظام العربي الرسمي في مجمله وتواطؤ بعض حكامه وارتماء البعض الآخر في مستنقع التطبيع مع المجرمين القتلة في كيان يغتصب أرض فلسطين ويربط وجوده بالتطهير العرقي والقتل الجماعي لأصحاب الأرض الشرعيين. ومما يؤسفنا ويخجلنا ويجرح مشاعرنا أن تكون بلادنا من بين الساحات الرسمية المطبعة مع كيان الغصب والإجرام ضداً على الإرادة الشعبية العارمة الرافضة لكل مسار التطبيع. الشعب يريد إسقاط التطبيع، الشعب يريد الشعب يريد إسقاط التطبيع، الشعب يريد إسقاط التطبيع، الشعب يريد إسقاط التطبيع. وللأسف الشديد أن هذا التطبيع يتم تحت غطاء ومبرر قضيتنا الوطنية العادلة في الوحدة الترابية، والتي نعتبر أنها تتعرض لأكبر إساءة بإقحامها مع أخطر استعمار استيطاني عنصري إجرامي في تاريخ البشرية. إننا بالساحة المغربية إذا كنا نسجل بكل فخر واعتزاز ما أقرت به كل المنابر والجهات وعلى رأسها المقاومة الفلسطينية بأن الشعب المغربي هو الشعب الأكثر حراكاً وتعبئةً إلى جانب معركة طوفان الأقصى، مغاربة مرابطون للأقصى عائدون، مغاربة مرابطون للأقصى عائدون، مغاربة مرابطون للأقصى عائدون. ونسجل أيضاً بطعم الإدانة الشديدة وجود بعض الطفيليات الشاذة والمعزولة هنا وهناك في بعض المواقع والمنابر، والتي يقوم المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بالكشف عنها وفضح تحركاتها المشبوهة ومحاولاتها التشويش على الموقف الواضح والثابت للشعب المغربي في دعمه الدائم للشعب الفلسطيني ومقاومته الصامدة في مواجهة الاختراق الصهيوني التطبيعي. إننا في مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين نجدد التأكيد على ما يلي: إدانتنا الشديدة لجرائم العدو الصهيوني بعنوان الإبادة الجماعية
التي يرتكبها جيش الكيان، ومعه الضالعين والمتماهين مع الصهيونية في مخططاتها التخريبية التي لا تهدد فلسطين ولبنان فقط، وإنما تهدد كل الأمة العربية والإسلامية. ثانياً، تجديدنا الدعم المطلق للمقاومة الفلسطينية المسلحة والشعبية في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لنضالها العادل من أجل تحرير كل التراب الفلسطيني وعودة اللاجئين والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية والموحدة القدس. ثالثاً، استنكارنا للعدوان الصهيوني على لبنان وتأكيد تضامننا مع المقاومة اللبنانية في إسنادها للمقاومة الفلسطينية والدفاع عن أراضي وشعب لبنان. رابعاً، تجديد مطلبنا الشعبي الحازم والملح بإغلاق ما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وإنهاء كل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب احتراماً للإرادة الشعبية المعبر عنها في آلاف الوقفات ومئات المسيرات التي عمت كل أنحاء البلاد والعديد من العرائض الموقعة من المواطنات والمواطنين، ومنها على الخصوص العريضة الشعبية التي وقعها آلاف المغاربة طبقاً للقانون 1441، والتي نسقت عملية إعدادها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين ولجنة العريضة بقيادة ثلة من رجالات الوطن، ومن بينهم الأستاذ المناضل الكبير عبد اللطيف حاتمي الذي ودعنا قبل أيام قليلة رحمه الله وألحقه الشعب يريد إسقاط التطبيع، الشعب يريد إسقاط التطبيع، الشعب خامساً، دعوتنا النيابة العامة للتعجيل بتحريك المتابعة القضائية للأشخاص الذين توجهوا للكيان الغاصب وناصروا علانية الإرهاب الصهيوني وأساءوا في تصريحات موثقة للمقدسات الدينية والوطنية، حتى قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صهيونياً والعياذ بالله، لتبرير هرولتهم لمساندة حرب الإبادة الجماعية بحق أهلنا في غزة في شكل يمثل عينة من السقوط الفظيع الذي آل إليه بعض القوم من بني الجلدة تحت عنوان الوطنية واستخدام قضية الصحراء المغربية. سادساً، دعوتنا المؤسسات الدولية المعنية للعمل الحازم على الإيقاف الفوري للمجازر وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وتفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني في مواجهة المجرمين الصهاينة وعدم إفلاتهم من العقاب. سبعة، تحيتنا جنوب إفريقيا التي رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية مطالبة بإدانة الكيان الصهيوني بارتكابه جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني. ثمانية، تحيتنا للمبادرات الشعبية والشبابية والطلابية التي عرفتها الكثير من بلدان العالم بما فيها
تلك التي تورطت أنظمتها رسمياً في دعم الاحتلال، مما يدل على أن الضمير الإنساني ما زال موجوداً رغم الدور الهدام الذي يقوم به الإعلام الصهيوني الأمريكي وأتباعه. ولا بد أن نقف وقفة المسؤولية مع الذات بكل وضوح وبكل صراحة، لنوجه رسالتنا مجدداً إلى كل مكونات المشهد السياسي الحزبي المغربي، لنقول إن المسؤولية الوطنية الكبرى تقتضي من القيادات الحزبية الوطنية أن تقف وقفة الضمير والواجب والعهد والوفاء مع الشعب المغربي الرافض للتطبيع تحت أي مبررين. على القيادات الحزبية الوطنية أن تجدد موقفها تصحيحاً وتثبيتاً لموقف يعلن الرفض التام لأي شكل من أشكال التعامل مع كيان الغصب والإجرام. وإننا إذ نسجل لحزب العدالة والتنمية الذي كان من مؤسسي مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين العديد من المواقف السياسية الداعمة للمقاومة والرافضة للتطبيع، فإن الأمل يحذون اليوم، إن الأمل يحذون اليوم أن يعلن الحزب بوضوح بأن التطبيع خطيئة وحادثة التوقيع نعتذر عنها، وندعو الدولة لتصحيح المسار في اتجاه الإرادة الشعبية الداعية لإلغاء كل الاتفاقيات التطبيعية مع القتلة المجرمين. وهذا ليس فقط تضامناً مع الشعب المذبوح في فلسطين ولبنان، بل من موقع الواجب الوطني دفاعاً عن وطننا المغرب ضد آلة الاختراق الصهيوني التطبيعي التخريبي للمؤسسات والبنيات والمرجعيات والثوابت التي تقوم عليها بلادنا في المجتمع والدولة. وفي الختام نجدد الانحناء بخشوع وإجلال أمام أرواح الشهداء الذين ارتقوا على درب المقاومة ثابتين مسترخصين أرواحهم في سبيل وطنهم وأمتهم، وفي طليعتهم القادة الأبطال إسماعيل هنية وحسن نصر الله وصالح العروري وفؤاد شك، وليس آخرهم يحيى السنوار. من هنية للسنوار، من هنية للسنوار. القضية لن تنهار، القضية لن تنهار. وليس آخرهم يحيى السنوار الذي نعاهده أننا قد التقطنا عصاه التي رمى بها بوجه العدو الصهيوني وآلته الحربية بعدما سطر ملحمة 7 أكتوبر، وبعدها شهوراً متواصلة من الصمود البطولي لكل الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني العملاق. وتلقى تلقى نار نار،
وطلقة طلقة نار نار، وكلنا يحيى السنوار، وكلنا يحيى السنوار، إنها كلنا يحيى السنوار، إنها عصا السنوار التي صارت أيقونة عالمية ضد الظلم والعدوان والقتل والعنصرية والاحتلال والخذلان والتطبيع. فلنجتمع جميعاً على عهد عصا السنوار ولنعلنها. الشعب يريد إسقاط التطبيع. 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 عاشت فلسطين حرة مستقلة، وإنه لطوفان حتى النصر. والسلام عليكم ورحمة الله.